والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أخوتي السلام عليكم، دائما معكم قناة ناصر تي في، ورانا متواجدين في محلات صفصافة. أخوتي صفصافة اللي دائما نقول لكم جاية بين بير خادم وعين ناجا. أخوتي ولا تحبوا في الماوس تكتبوا صفصافة أنيمالري تلحقكم إن شاء الله حتى لهنايا. أخوتي كاين محلات الله يبارك متواجدين، يبيعوا كل مستلزمات الطيور، كل مستلزمات الحيوانات أخوتي، بالأدوية بكل شيء، بالطيور يعني كاين كل شيء. أنا ندير لكم جوالات فيديوهات هكذايا باش نعطي لكم نظرة على صفصافة. أخوتي رانا هنايا في المحل تاع خونا هشام اللي عنده طيور وعنده كذلك بوكو بليس خوتي، معروف بالأدوية بلي برودوي اللي عنده. راح ندير لكم نظرة وتشوفوا خوتي. عندنا الكفله هذه الله ما على بالي واسمها صراحه، انا راهي باقيه 2021. هنا هذا واش نقول لي برك الله فيريش اكو ليميتاسيون. سمحوا لي خاوتي كي تبدل باسكو ما فين مولف بالفار هذا كل كري هذايا ما عرفتش كي راه الجون. فيريش اكو لي الله يبارك، فيريش اكو ليميتاسيون خاوتي. عندنا كذلك لهنايا في الكالوبسيت خاوتي، عندنا احبيبات مقنين، عندنا كذلك في البيريش اطولي خوتي. خوتي المحل يعني الطيور ما عادش يخدمهم بزاف لانه قال لك يعني كاين شويه مشاكل تاع المرض لهذا، ولكن خونا هشام كان معروف كذلك خوتي بالكناري يجي بزاف لاراس، ولكن قال لك المرض يعني راهم يسبوا لهم في مشاكل خوتي يعني سي دوماج لانه الموت هذاك يموتوا الطيور مشكل خوتي راح تصير في لافير. ولكن عندنا هنايا في البيريش ما شاء الله خوتي عندنا شونتر بافريك الله يبارك، عندنا في الليك، عندنا خوتي في الكلوستر، وخوتي اللي دخل يعني الجزائر هذايا في الفيردون ميتاسيون اللي راه هنايا في الجزائر. شباب خوتي ماشي شباش ديالنا ولكن شباب خوتي فيه بزاف لي موديل خوتي. عندنا هذايا نورمالمون في البورتير البينو باسكو لاطاي الله يبارك يا اخي خونا بورتي البينو هذا ريسيسيف ريسيسيف ولكن خوتي كبير بزاف الله يبارك، لانه البينو يجي خوتي معروف بلاطاي ديالو ولكن خوتي عندنا في الجاسب في الوسط في الوسط عندنا الكوبلة هذه في جوناثان سيف في الموزايك شون شباب خاوتي المال هذايا كذلك في الزيولوج هذا ما خاوتي خاوتي يعني الحاجة اللي تميز بها قلت لكم كون هشام يعني خاوتي في الأدوية كل شيء كاين تقدر تقول كامل أنواع الأدوية خاوتي. والبيع دائما نقول لكم خاوتي البيع بالجملة والتجزئة، يعني كي تزوروا المحل إن شاء الله تحبوا جملة تحبوا بالجزئة هذه خاصة خاوتي بالفراخ كيما الأفانتيا خاوتي. هذه هي فراد خاوتي كالسيموس كذلك اللي يستعملوها بزاف المربيين في طائف ليس سيلينيوم كذلك خاوتي. خاوتي انا نعطيكم نظره دائما كي نجو للصفصافه خاوتي باش تعرفوا واش كاين سلعه فكري يعني، ولكن النصيحه دائما نقول لكم ارواحوا لانه اي حاجه في الحيوانات راح تقدروا تلقاوها لهنا يا خوتي. قلنا البيع هكذا يا اخي بالجمله دي طاي هكذا جمله دي طاي خوتي، ودائما الاسعار راكم تعرفوا خوتي يعني راح يتغير السعر دي طاي فري اوز الجمله فري خوتي. كذلك كان المقص هذا اللي خاص خوتي باش تقصوا به الخواتيم، كاين بزاف ناس يصرى لهم مشكل
خوتي يديروا لاباك دي فوا صغيره دي فوا هكذا دي فوا دير تنفخ. اذا هذا خوتي المقص هذايا خاص باش تقص به لاباك، لانه ما كاش مقص ابار هذا اللي حيقص لك لاباك خوتي. راح تقدر تخسر الطائر تاعك الا شت الكناري يعني ولا المقنين تنفخ رجلو سي بون يعني صرا له مشكل في الخاتم. تقدر يعني تشري مقص هذا تخبيه في الدار يعني لي مربيين ولا خوتي تقص له الخاتم هذاك يعني باش تصوفي طائر تاعك. وهشام عرف كذلك خوتي لهنايا في صفصافه كي تجو دائما نخلي لكم رقم الهاتف تتصلوا به ولا تسقسوا فقط قول لهم هشام راح يوجهكم للمحل ديالو. خوتي كذلك المأكولات كذلك المانيطوبه اخونا كيفاش؟ ما كاش يعني المانيطوبه دائما راهي ناقصه والفريفيري تاع المقنين. دوك رومبلاصات اسمها اورني خاوتي دوك نوريها لكم. هذه لي رومبلاصات يعني للمانيطوبا و بريس كيف كيف يعني ما كاش ديفيرونس يعني نديها انا هذه هي ماشي كاش حاجه. خونا هذه لافات ياك تاع لو سينيور خاوتي. اذا نشوف اصول لافات الاخرى صفراء خاوتي حتى يعني مسلسل ما تاع القطط ولا تاع الكلاب كاينين كذلك خاوتي. الاعشاش اللي خاصه بالمقنين هادو ما بوكو بليس خاوتي يجو في السجنه يعني شوفوا حاجه خدمه شابه. هذه اللي عنده سجنه يديرهم في السجنه سينو تاع ليكاج عندنا هادو ما اللي يديرهم في ليكاج. خاوتي وهذه الافنتي يا خوتي هذه اللي معروفه يعني كذلك. وهذو كان يسقسوني على لافات خوتي. هذه لافات يعني للروج المون ولا للموزايك يعني الحاجه اللي راح تلونها باش تولي في الاحمر هذه هي. ودائما الاستعمال تاعها خوتي كي تكون في السقاط. عندنا هذا خلف التفاح خوتي ناتورال 100%. خاوتي كي تجو يعني سلعه كاينه ما راحش امبوسيبل تخرجوا كيما يقولوا تولوا يديكم فارغين لانه اي حاجه راح تحوس عليها تلقاها. اذا وراهي هذه اللي رومبلاصات المانيطوبا ياك خونا هذه اورلي خاوتي يعني براس كيما المانيطوبا الفيريه. الله وشنو هي ناقصه كذلك الفيريه يا خاوتي هذه يعني سي لامبورتاسيون خونا هذه ياك سي لامبورتاسيون. طليان يعني تاع طليان خوتي حتى الدود كذلك هذيك وفيه بزاف فيتامينات خوتي. هذايا الفيريا عندك كاين هذه ياك 400000 الكيلو خوتي 4000 دينار خوتي. بالنسبه للاسعار ما نحش نقدر نسقسي كامل على الاسعار ولكن ماشي مشكل. اي حاجه شتها في الفيديو ولا راك تحوس عليها اتصل يا خويا وسقسي على البري ولا رواح جوز خوتي هكذا باش ما تعيوش دوك راح نسقسي على كامل الاسعار خوتي بزاف يعني كاين ديكاج. هادو سي لامبورطاسيون خونا ياك لامبورطاسيون خوتي شابين بزاف خوتي. هادو ما حاجه شابه كذلك هادو ما اون بلاستيك خوتي للمقنين ولا شابين كذلك. هادي شوفوا خوتي يعني فاق ولادك في البلون هادي في النوار كاين ديجيو تاع طريان وهذه راه دنيا الفوس قسيتو عاود نسيت خويا دك هذه فير موربيد هذه اللي من مليحه مليحه الفروخه مليحه مليحه الفروخه صح خوتي. هذه المقنين كذلك شوفوا الله يبارك شابه بزاف خوتي. هذه قلت لكم غادي نرفع جامي شتها يعني بون هذه هذه كيما هذه برك هذه مرحيه هذه لا ماشي كيف كيف هذا الباتي صح تشمخ الاخرى كيما طعم تشمخها ايوا طعم مع الباتي في مدى الفروخه ياكلوها صح صح ما شاء الله خوتي. عندنا الرقم هذه تاع جرامبي كاع وهذه ماشي عندنا كاع الرقم تاع جرامبي هذه ما في الادويه ياك بون يعني كيما يقول الاسئله الشائعه بزاف البونوار هكذا يعني عندنا مشكل تاع البونوار عندنا المشكل تاع الفاش يعني هذاك ديال الحاله القمله هذا البيو الله
هذه هي سبيسيال مول الفاش هكذا خوتي يحطوها هكذا الله يبارك خوتي راه يقول لكم راه يقول لكم 350 الف خوتي شوفوا يعني هذه جي جي ان بودر خوتي اللي كي تفوت ديرها سيفون يعني راهي مجربه خوتي لان الفاش يعني راح يكون حاجه قاتله الله سي بور سا وعندنا كذلك التفرطيس خاوتي التفرطيس راه مشكولي منه بزاف التفرطيس الكرام بيت دخل جديد البارح صح الفيديو كاين تاع نازيل تاع براق صح خويا خاوتي يعني هادو هما الكوكسيديا كوكسيديا كذلك خاوتي هادي ياسين كوكسيديا والكبده الكبده عندنا تاع الكبده هاي ليك هادي هي يلا كم جرام فيتو هاي الله عندنا تيرول عندنا هاي الله خوتي هادو الادويه يعني اللي شائعه يعني راهم كاين والله ما يقول لك الله ما كذلك الله ما دينا باش ان شاء الله مرض ها يطلع ما يموت صح هو العرق الازرق نورمالمون ثاني هذوك هادو ما سيدي صاصيد لي خوتي اذا يعني تقدر تقول كاين ادويه كامل خوتي هادو ما سيدي تيرمومتر اللي ربما انسان عنده سجنه ولا يقدر يديرها هكذا خونا يعني باش يشوف هاي والله هكذا باش تعرف كيفاش راهي لانه المقنين ولا تقدر دير له ولا حتى الكناري حرا المناسبه ليه اللي يقدر يعني خوتي ما الله يبارك لكم يعني سلعة ما شاء الله هشام معروف هنايا في صفصافة سي دوماج الكناري قصرت معاه دوكا برا كان وهذه هي هذا هي اي الله شوفوا خوتي هذا سان كولورون تاع الروج هذوما في الروج المو 3 كيلو الله يبارك سمعك وتسمعوا خوتي يعني خوتي هذه هي يعني سبيسيال مون روج المون للموزايك الحاجه الحمراء في الاغات روج ولا هاي شوف كش جايه خوتي هذه هي تجي خونا تجي في البيفات هكذا في الماء في الماء اي والله انا كنت نشري كنت نشري سيدي تيب هكذايا ونديرهم 100 هذا يعني 100 اكزاكتومون يعني كونسييتهم هذا هو كيشربوه في الماء راح يولي لك حمر الله يبارك وجا واحد البنادم ما نحبوش يا خاوتي اسمحوا لي لازم نكوبي الفيديو حبيبي خاوتي بالمناسبه حبيبنا رجل واعي خاوتي نصحكم بهدايا الله يبارك خويا هذا لي من مليح هذا طرائف هذا تاع الاورني عالمي نو هذا واش لي من يصلح هذا لا فيما باش توجد لا فيما صح الله هذا طرائف وهذا الاو صحيت خويا العزيز عالمي صح غالي صح شحال يدير دوك هكذا يبوط شحال يدير هادي 220 220 نقصوا لها نقصوا لها وخطيكم من الراد حبيبي خاوتي هاي جات الفلاي مقنين خاوتي ما شاء الله يعني سي توجور لانفورماسيون هذه هي ماشي تاع البلاد ويت نورمالمون سي الالمان جي بونس لا طليان طليان اه ايطاليا خاوتي اسمحوا لي هذيك البلد المصدر سي ايطاليا اذا خاوتي تقدروا يمالا تتصلوا بخونا هشام هكذايا باش يتهلا فيكم ولا تجدوا سلعه يعني الله يبارك بالمناسبه وجا خونا هشام هذه هي خاوتي سلعه كاينه ان شاء الله فقط تجوز قول لي زيد هذا قالك خوتي عادي الكوبري كاب هذا لي من مليح هذا مليح الزوج كيكون عيان زعما مسافر ولا مردوا صح صح لازم هذا لازم هذا يعني لازم هذا علاش بلي لازم هذا بروبيوتيك وفيه فيتامين فيه بزاف الله يبارك ما شاء الله تعرف بيرس اللاقا بيرس اللاقا خوتي بالمناسبه وهذا يا فاتي شوف فاتي بزاف ما شاء الله خاوتي اذا السلعه كاينه الله يبارك لي تقدروا تجوا كلكي سوا اصحاب شوفوا خاوتي حتى الدوده يعني هاي لك سيفري راه تبان لهنا يا خاوتي سان باتي قوه ما شاء الله وادو كونساي اصحاب السجنات صح لوزوار عالمي اكزاكتومون اصحاب السجنه عالمي عالمي يوقف الزوج ماشي يوقف هاك اكزاكتومون يصف هكذا مي مرض ما والو اصحاب السجنات ها بليكروشي بليكروشي ديالو لانه الان جنا قدا عمار قدا خاوي خاوتي دلو يهضر حبيبنا اللي نلقاوك كل يوم في سوق الحراس يخدم غير المقلين حاجه طب وهذايا هذا دخل جديد كذا بلي فرويه بلي فرويه هذا خاص بالمقلين كل شيء ولا غير بالكاميرا غازوا بلي فرويه شوفوا ما شاء الله الله يبارك خاوتي حاجه قوه يعني صراحه وكاين يعني جميع المربين يعني لي بروفيسيونال خاوتي يجوا لهنا لصفصافه يشروا سلعه لانه راح يجيبوا
نقدروا نقولوا غير الحاجه المليحه خاوتي. واني نشوف هنايا الدود يتحرك خاوتي. خاوتي هذا الدود راهو حي بالمناسبه. شوفوا خاوتي هكذايا تقدر تشري ان بواط. قلت لكم مليحه بزاف البروتين تاع الطائر. اذا خاوتي هكذايا راكم شفتوا السلعه. والدود ناصر درت له بالدود يا راجل. شوفوا اوكي راح ندير لكم الباس تاع الدود. شوفوا نرحيوه ناكلوه لكم مع اصحاب الصاله اصحاب كذا البروتين خويا. الله يبارك البروتين نعم. اصحاب ميسكيلاسيون ما ناكلو زواج. ضربوا البروتين هاي ليك خاوتي ما شاء الله. هذه بلاصه مانيطوبا. هذه في بلاصه مانيطوبا خاوتي يعني تقدر تقول مانيطوبا. الفلاي هذه يا مقلي خاوتي سلعه الله يبارك خاوتي تريتي كل شيء يعني حاجه الله يبارك ما شاء الله. والسعر تاعها شحال كنت دير هذه؟ نعم دوكا شحال يدير؟ 140,000 خاوتي 140,000 الكيلو. بالمناسبه اخوكم ناصر دوك يدي كذلك شويه منا لانه مليحه خاوتي. اذا خاوتي دوك نشوفوا يعني نعطي لكم نظره على المحل برا هكذا باش تشوفوا فقط خاوتي. هذه يا خاوتي هذا هو المحل تاع خونا هشام. يعطينا الرقم هكذا تتصلوا به. اذا خاوتي دائما نوصيكم على رقم هاتف الله يرضى عليكم دوك يعطينا الوقت يعني اللي تتصلوا فيه. والله العظيم خاوتي بالك الحاجه اللي تحرجني اكثر هي كين ديموندي نيميرو تليفون حاجه خاصه خاوتي الله يرضى عليكم. ديجا حبيبي اللي كان يتكلم معايا دوكا زعف عليا لانه عطاني مره تليفون عيطت له يعني الوحده الصباح خاوتي يعني سي امر مر صراحه سمحوا لي. اذا خاوتي دوك يعطينا الوقت يعني هذا الشيء يعيطوا لك يعني الماكسيموم الليل خاوتي 8 تاع الليل الله يرضى عليكم. سينو عندكم صباح الله جورني كومبليت تقدروا تتصلوا ماشي كامل المشكل هكذا خاوتي يعني انا ندير فوصي بهذا لكم وانتم ما تحشمونيش الله يرضى عليكم. اذا قول لي خويا هشام الرقم 07 70 92 80 11. هشام هناك تشتغلوا يعني العشيه الخمسة الخمسة ونص يعني ماكسيموم خالتي هكذا شتو سلعة سلعة ما شاء الله عند خونا هشام. هاي دخلت سلعة جديدة كذلك شتو هذه يا خالتي لي رومبلاصات المانيطوبا كذلك مليحة بزاف. إذا زوروا إن شاء الله يتهلا فيكم. إذا دائما قناة قلت لهم العشاش هذه اللي خاصين يعني كذلك خاوتي شاب الله يبارك خاوتي جيبوا شباب بزاف يعني بالسنوبر يعني هذه يعني تبان حاجه تاع الصح ياك صحيح يعني ينحوا مسجر ينحوا مسجر ويلصقوا شوفوا سقوا لا هذا الحشيش هذا تاع الغازو لا نحكوا على هذا سقوا تاع الصح هذا هذو لا منسقينهم منسقينهم نو جيبي تاع الصح هاي والله شابين الله يبارك خاوتي يعني هذو هما تاع السجنات شابين بزاف. إذا خاوتي شتو يعني سلعة الله يبارك موجودة. خاوتي يعني شوفوا هدايا كذلك هدايا راهو ينتج في الدود هنايا دوك هادوما هادوما هكذايا دوك هادوما يطلقوا البيض ويخرج الدود. هذه هذاك يعني الخنفوس الخنفوس هذاك اللي هو يولد يولد تولي دوده تولي دوده يعاود الله يبارك خاوتي يعني مليح بزاف للطيور سان بروتيين. إذا هكذا يا باش تعرفوا افي بري حتى يعني خاوتي في البيريش في الماكله تاع الببغاوات كل شيء موجود. الدود كما قال لك راه يولد عادي. اذا خاوتي نقول لكم تهلاو في رواحكم قناه ناصر تي في تحييكم سلام.